السلام عليكم مهدي. وعليكم السلام كليان ديالنا متابعينا تواجدين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجلبه ديال الكمخلي كانوا كيتسناو كليان ديالنا والمتابعين ديالنا اللي صوروا عليها بزاف، وكانت على واحد الضجه. ها هي جات مع اتواب جيجي ومعها واحد اللمسه زوينه كيف عودناكم الفيديوهات الاخرين اللي دوزنا. قرب عندي السي سعيد، هذا فولار ديالها، هذا فولار ماشي للبيع، هذا كادو مع التويين، هذا كادو مع اتواب جيجي. ها هو فولار زوين خفيف طايح، فولار زويون. انا دابا غنوريك التويب، هذا التويب ديال الكمخه، التويب طايح رطيطب في الملمس ديالو، ما كاينش تكماش. انا سعيد، التويب رطيطب كوتوني. انا غنحاول نطلقو عليا، هذا الفيلر، الجليلبة، الفولار ديالها، والثمن 250 درهم، 5000 ريال، 5000 ريال، بجوج. هذا ما فيهش الفولار ولا بلا فولار، لوفخ دو بيس، 250 درهم، الميتراج 52 على مترو 65، فيه العرب وافي، تبارك الله. هذا اللوين الأول، تلوينات تبارك الله زوينين، المغياج دو كولور روعة، وكنتسناو الآراء ديالكم كيف ديما. أنا غنوريك العرض ديال الثوب. هذا العرض ديالو هو من الارض، فيه مترو 65 في العرض، مترو 65 على جوج ونص الطول، شويه طايح ما كيطلبش شي خدمه كثيره. الزويقه ديالو منه قرب عندي سعيد باش تبان لهم الزويقه، شويه ها هو طايح زويون كوتوني. هذا تحت الطلب ديال الكليان ديالنا، يصورونا على التويب ديال الكمخه. ها هو جا عند اتواب جيجي، الثمن ديالو 250 درهم وباقي داخل فيه الجديد ان شاء الله. انتظرونا هذا الاسبوع. انا خويا سعيد اللي بغا دير السكرين، هذا اللوين الاول فولار تبارك الله، راه اسوختي ماغي معاه. انا نعاود نحلب تشوف الزويقه ديالو، اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه، اللي ما خداتش تاخذ ما احسن ان شاء الله. هذا اللوين الاول، شوف معايا هذا اللوين بالنسبه للكليان الجريء في الالوان. انا كلياناتي حباباتي خالاتي، انا السي سعيد مر علينا الكليان ديالنا. هو صراحه اللوينات زوينين، اللي خدات شي حاجه بصحتها وراحتها، اللي ما خداتش. الكليان كيسولونا على الكمخه، اياه التويف ديال سيدنا رمضان ان شاء الله على الابواب. اللي بغات تبرع راسها ودير جليلبه موديرن مستيليا، اجواب جيجي راه جابتها وجابتها بثمن زوين. اجواب جيجي اي حاجه كطلبوها منهم كيجيبوها. وهذه الخطره الفورار ما درناش الثمن، هذا درناه كادو من عند المحل ديال اتواب جيجي. شوف معنا هذا اللوين، هذا البلو سيال، بلو سيال مع نوار. انا غنعاود نوريك لاطومبي ديال الثوب، تويب راه طايح وكوتوني. نتمنى من الكليان يوصلوا الملمس ديال الثوب، راه رطب لواحد الدرجه ما كتصورش. وحاولنا نديروا مع هذا الفولار هذا كادو، باش ملي تاخذيش الجلبه ديالك ما تبقايش تقلبي على الفولار ديالها، غير خذي التويب وفصلي وخيطي ولبسي مع راساتك. شوف معايا هاد اللوينه والثاني، اللوينات باينين، اللوينات شوف معايا الفولار ديالو، تويب اسوختي معاه. آه. صراحه التشكيله روعه، حنا كنتسناو الاراء ديالكم، واللي عجباتو شي حاجه يدير لنا عليها شي كومونتير باش يحفزنا لحاجه اخرى ما احسن ان شاء الله. شوف معايا عاوتاني هاد البلو هو، هاد البلو هو تا هو شريف سيد الالوان. اللوينات تبارك الله الطوب، والتويب التويب، كنتمنى من الكليان يوصلوا الملمس ديال الثوب، صراحة شي حاجة زوينة وجودة مزيانة ومتميزة. أنتم جيجي عوداتكم على الكاليتي والثمن في متناول الجميع، إن شاء الله كلشي يستافد من هاد لوفخ. شوف معايا هاد الفيلر حتى هو، اللوينة فيه الروعة والثمن مناسب 250 درهم فقط. بالنسبة للتوصيل في كازا اللي بغيتو راه 30 درهم. ليفغيزون اوف كازا 50 درهم، مع الأمانة 50 درهم راه ماشي لتوب واحد، 50 درهم تقدر تصيفط فيها 4 حتى ل 5 حتى ل 6 تواب على حسب التوب اللي غتصيفطي، يعني هما تقول كيحبسوا كيحسبوه بليطو من 50 درهم للفوق. شوف معنا هاد اللوينات سعيد، صراحة فيهم تشكيلة زوينة واللوينات روعة. اسمح لي ما يلا فايقين ما مشينا ديريكت نصورو الكليان الجديد اللي دخل عندنا. انت اللوينات 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 السعيده، البلون كاسيك اللي بغى جليل بن سيدنا رمضان،
اللي بغيت يهلا في ميمتو كيتنقولوا ديما اللي بغيت يهلا في نسيبتو انا كلياناتي حباباتي خالاتي اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه هذه هديه من اتواب جيجي حنا بلا بكم راه والو هادشي كامل كنديروا للكليان ديالنا انا والثاني شوف معايا الحجري تويب راه طايح طايح واللي خدات ان شاء الله هاد التوب غادي تشكرنا في شي كومونتير حيت تويب روعه طوب عشاق التويبات المبردين القطنين ها هما بداو كيدخلوا شوف معايا هاد اللوين هذا الحجري لوين راقي زويون يدب غزال تبارك الله شوف معايا من هاد الجاله قلبناها هو تبدل عاوتاني ها حنا ولينا بجلابه اخرى عاوتاني يا واللي خدات شي حاجه بصحتها تستاهلوا كل خير كنشكروا الكليان ديالنا على دوك الكومونتير الزوينين والدعم الزوين مكالمات الزوينين الميساجات اللي كيوصلونا الزوينين صراحه الكليان ديالنا كيدعيو معنا واحد الدعوات ديال الخير الله يكبر بكم وهاد المجامله راه ماشي حنا كنديروا هادشي مجامله هذا راه واجب ديالنا حتى جيتينا في اي حاجه في اي استفسار في اي معلومه مرحبا والكليان اللي كيبغيو الجمله حتى راه كنديروا الجمله وكنديروا التقسيط يعني الا عجبتك التلوينه كامله وبغيتيها سير كوموند مرحبا ما كاينش المشكل انا كلياناتي انا السي سعيد انا غنعاود نبدلو لك عاوتاني انا الزواقه منين ومنين نوي اليوم خرجي باللون في اللون غدا خرجي باللون داخل في اللون براي ليا راسك هذا راه كادو هذا ما حسبناش ما تخلصنا فيه هذا كادو من عند اتواب جيج والثمن 250 درهم فقط غير هي ما فيهاش النقصان فهي شي بركه قليله اللهم رزقنا القناعه شوف معنا هذا اللوين عاوتاني انا غنبدلو ها هو دخل معاه غير لو غري شوف عاوتاني ملي غنقلبوه من هذه الجهه هذه غري ولو فيغ بوتي يعني نوعي ليا مع راساتك وبصحتك وراحتك كميه راه محدوده يعني الا عجبك شي لوين سكرينيه دابا خذي نميرو من صندوق الوصف تواصلي معنا على الخاص شوف معايا هاد الكري مع الصومون كيف جا مع هاد الفيلر ديالو حتى هو داخلين فيه لي دو كولور انا كلياناتي مرعي ليا راسك خذي الجليبه ديالك هادي بالخياط انا ما كنطلبش حاجه كثيره حيت ديجا فيها الزواقه ديالها اقل ما يكون والثمن 250 درهم للتذكير شوف معايا عاوتاني سعيد هاد اللوين هانا عشاق الأناقة اللي خدات شي حاجة بصحتها لوينات تبارك الله الطوب غير نظيف وباقا داخلين واحد الزوق أخر إن شاء الله ضروري ديما الجديد كي تنقولوا ديما اللي خدات شي حاجة بصحة اللي ما خداتش تاخذ المحسن إن شاء الله هذا سي تان كغي غادي للسيال بحال كغي فيه واحد اللي قد بلو شوف معايا مع هاد الفيلر كيفاش جا روعة داخلين فيه لي دو كولور يعني تقدري تلعبي بهذا اللون تقدري تلعبي بهذا اللون حتى في الخياطة خدمي باللون الأرض ولا اللون الكارو اللي داخل فيه كيبقى لك انت الذوق ديالك الذوق ديال الكليان لا يهلا عليه الهدف ديالنا هو المرة تلبس الجلبة بذوقها باللمسة ديالها باللي قال لي بغات بالزواقة اللي بغات شوف معنا عاوتاني هذا جا شوية كريمي فاتحو مي الا قلبناه حتى هو غيدخل في اللون ديالو شفتيه يعني تماريه في الفوار كيف بغيتي شوف معايا هذا ستان بلو بلوتو بحال ان موف ما هو ازرق ما هو موف شوف معايا الفولار ديالو حتى هو من هنا داخل فيه لو بلون كاستي لو ديغرادي ديالو و الا قلبناه عاوتاني غنطيحو في نفس الكونسيبت الارضيه اللي غالبه سكرين ديال اللوينات مع راساتك وكوموندي لا كوموند ديالك وخذي الجليبه ديالك وبصحتك وراحتك سهلي كل خير هذا اللون خليناه هو الاخر حيت هذا سيد الالوان هذا ما تحتاجش تهضر عليه هذا بايع راسو شوف هذه الارضيه غالبه فيها البلون كاسيك جات مزيونه هرسات داك لو نوار ولا قلبناه على هذه الجهه هذه وبدلناه بحال هكا عاوتاني غادي يتبدل واللي خدا شي حاجه بالصحه والراحه اللي ما خداش شخط ما حسن ان شاء الله انتظرونا طيله هذا الاسبوع مازال جديد ما تنساوش لي لايك الابوني والبارطاج ونستودعكم الله السلام عليكم